من حقي أعرف إذا كان سعر إغلاق برميل النفط اليوم 35 دولار و29 سنت ويباع لنا كأردنيين بأكثر من 100 دولار. من حقي أعرف عشان ما أشعر بالظلم، عشان ما أشعر بأن الحكومة بتستخف بعقولنا ونحن أعلى نسب تعليم الوطن العربي. من حقي وحق كل مواطن أردني كبير وصغير وغني وفقير يعرف ليش هذا الاستخفاف بعقول. من حقي وحق كل أردني يعرف ليش إحنا أعلى سعر بالعالم يباع إلنا برميل النفط. من حقي وحقك إنه نسأل ونحكي ونستفسر. نحن دافعي الضرائب، نحن دافعي الرسوم. حقك تعرف لأنه أنا وإنت وهو واللي بندفع سعر برميل النفط بأعلى سعر بالعالم. من حقنا كلنا إنه نعرف، من حق كلنا إنه نحكي وما نسكت، وبنقول للحكومة سعر برميل النفط اليوم ونذكرها 35 دولار و29 سنت مش أكثر من 100 دولار.